زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة. وصراحة هي أول حلقة من حلقات أتولي عندكم أسبوعية كل يوم أحد، خاصة بالمسألة الاقتصادية. رصدنا في موقع بديل معاناة رجال أعمال ومستثمرين على أكثر من صعيد، إما مع الإدارة مع الجهاز التنفيذي، وإما مع أحكام قضائية تصدر لصالحهم ولكن لا يتم تنفيذها، إلى جانب مشاكل أخرى. وبهذه المناسبة قبل ما ندخل في النقاش كنتوجه إلى كل المتتبعات والمتتبعين ديال الموقع يعني المغرب كله أو خارج المغرب اللي عندهم مشاكل اقتصادية مع رئيس، مع قائد، مع رئيس دائرة، مع قاضي، مع نيابة عامة، مع أي جهة من الجهات، فالموقع صدره راح غنديروا واحد الرقم ديال الهاتف وبريد الكتروني، فغايتنا هو المساعده ديال هاد الناس هادو من اجل حل المشاكل ديالهم، لان موقع بديل كل يوم احد غيكون هو المنصه ديال دوك الناس اللي يعني ما كيتوصلش الاصوات ديالهم او لا محقورين، لاننا بكل صدق. وهذا هو الحلقه رصدنا مع كامل الاسف، وان المغرب رغم كل يعني ما راكمه مع كامل الاسف لازلنا نرى مغربين، لازلنا نرى اننا وكاننا محكومين من طرف يعني معسكرين او من طرف جهتين. فكاين ناس محظوظه والمسائل ديالها كتقضى بسرعه، وكاين اناس اخر مساكن يعانون لا يريدون سوى الخير، وعندهم عمال وعندهم يعني كيخلصوا الضرائب وخدام معهم عائلات، والمصالح ديالهم كتوقف فقط لان ذاك الشخص اللي وقف لهم او اللي عرقهم كيكون في موقع قوه، ولانه كيستافد او كيستغل بما يسمى في القانون الاداري بالامتيازات الخاصه يعني ديال السلطه العامه. فبمدينه الدار البيضاء الحبيبه والمدينه الاقتصاديه اللي هي كبرى حواضر المدن الاقتصاديه المغربيه، هي اليوم أول محطة عندنا بخصوص هذا التوجه وهذا العملية هذه الجديدة. فمدينة الدار البيضاء الحبيبة توقفنا عند واحد جوج قضيتين، وسبق لي قلت لكم المغاربة على أكثر من صعيد، أصعب شعور وأصعب أذى وأصعب اعتداء يتوجه أي إنسان هو يحش بالحقرة خصوصا في بلاده. فباش تكون أنت رجل أعمال كتمشي تدير مشاريع ويجي واحد الرئيس إداري وواحد القائد والوالي، ويجي الوالي ويدير بيك دعوة ويحبس لك مشاريعك ويحبس لك يعني المشروع ديالك وانت في إطار قانوني، وهذا الشيء ماشي بالفهم ديالنا، بحكم قضائي. تصوروا هذا رجل أعمال، وكاين عدد من رجال الأعمال في الدار البيضاء اليوم مشاريعهم متوقفة، مشاريع ديالهم واقفة فقط. وهذا الموقف ماشي ديالي كنقول، هذا موقف ديال القضاء، الشطط في استعمال السلطة، هذه واحد الحكم من الأحكام الواقعة في مواجهة والي جهة الدار البيضاء مع رجل أعمال خدام دير الورش ديالو، أمور ديالو مزيانة، واحد اللحظة حبسوا له الورش بحجة ماذا؟ أنه ما دايرش حقه واحد اللوحة تقنية، حقه راه ما دايرش واحد البارير، حقه راه كيمس النظام العام. حكم القضائي تيقول له فين هذا النظام العام وريه لنا؟ هل ديك المعطيات اللي كاين كلها صحيحة؟ تصوروا معايا وكتعرفوا التبعات والخسائر المادية والمعنوية ديال هذا النوع من القضاء، خسائر على مستوى نهضروا بعدا الضحية رجل الأعمال. تصور رجل الأعمال عنده عائلات وعنده أسر خدامه، ملي كتحبس له أنت المشروع معناها راه كتحبس عدد من المشاريع، كيحبس حتى هو نفسيا، كيتأزم ديك النشاط والحيوية اللي كتكون عنده ما كتبقاش عنده، كيحس بالحقرة. شحال من رجل أعمال مرض في المغرب، شحال من رجل أعمال الثروة ديالو بددها، شحال من رجل أعمال بدل الحرفة، شحال من رجل أعمال وقع له الإفلاس بسبب إما عقلية ولا التعنت ولا. فهذا حكم قضائي عباد الله. هل يعقل، هل يعقل على انك انت تمشي وتحبس واحد النشاط بحجه راه ما كاينش اللوحه ما كاينش كذا، ويجي القاضي يقول لك الله يهديك هذا النظام العام ما وريتش؟ اذا شنو كيضيع هنا؟ داك السيد كيضيع اللي هو الضحيه في صحته، وكتضيع المشاريع والعائلات اللي مرتبطه به، كتوقف الانشطه الاقتصاديه والخزينه ديال الدوله كتضرر. في الجانب القضائي كنمشيو للقضاء كنخدموا قضاه اللي كنخلصوهم بالمال العام، عوض ما يصفيو ملفات متراكمه وقديمه كيوليو تزيدوا لهم واحد الملفات اللي هي خاويه، كيجي الوكيل العام، كيجي الوكيل ديال القضائي ديال المملكه المغربيه، كيجي تصوروا شحال من موط كاتب بالضبط كيخدم النيابه العامه كتخدم ولا من غير النيابه العامه الا ما كانتش، تصوروا شحال من جهه كتخدم يعني في هذا النوع من الملفات. وفي اخر المطاف من الخاسر؟ خاسر الوطن، خاسر الخزينه ديال المملكه، خاسر الاستثمار، خاسر الثقه، وكتفاقم المشاكل على اكثر من صعيد. اذا هذه حاله من الحالات اللي في الدار البيضاء، والمؤلم ان راس اليوم ديال الدار البيضاء مسؤول جاء من القطاع الخاص،
وجاء من القطاع الخاص، وكانت الهدف ربما ديال انه يتوجد في الدار البيضاء هو باش ينعشوا، لان مدينه اقتصاديه من اجل انعاش الحياه الاقتصاديه، ومن اجل انعاش يعني المشاريع، ومن اجل انعاش ديال السياحه وخلق استثمار. لان ملي كتخلق الاستثمارات انا داك الدوره كلها كتنتعش، لان ملي كتكون عندنا دوره اقتصاديه سليمه كتنتعش مع الدوره الاجتماعيه، الاستهلاك تيتزاد، الانتاج كيتزاد بزاف، الحياه السياسيه الاجتماعيه الرياضيه الفنيه الثقافيه كل شيء كيتحرك ملي كتكون الحركه الاقتصاديه مزيانه. عندك حركه اقتصاديه معطوبه فتوقع يكون عندك الجرائم والمشاكل والتوتر والامراض النفسيه والامراض العقليه والعنف بمختلف التجليات ديالو. فهذا رجل جاء من القطاع الخاص، وهذا رجل جاء من الصندوق يعني ديال الصندوق ديال الصندوق الاجتماعي الى ما خانتنيش ديال السينيسيس الى ما خانتنيش الذاكره. وطبعا ما كنتعرضولوش كشخص، كل احترام ليه، كما كنحترموا المسؤول ولا ماشي مسؤول، فقير ولا غني، هذا واجب الاحترام ديال كل شخص، ولكن نحدثه بمنطق صحفي وبمنطق الحرص على المال العام. وفقط اليوم من خلال هذا المنصه نطالب بفتح تحقيق في هذا الشيء اللي غنقولوا، علاش هذا الشخص هذا يعني توقف المشاريع ديالو. وانا خلال هذا المنصه كنتوجه للمسؤولين في المغرب، هذا العمل ديال غير قضائي ديال لا، خاص تترتب جزاءات، ما خصناش الهضر ديال الزمن القضائي ونهضروا المال العام. حنا في واحد اللحظه مفصليه في المغرب، الريال زايد فينا، 4 ريال زايده فينا، الدقيقه زايده فينا، ماشي كنمشيو للمحاكم ونطبعوا الاوراق ونطبعوا كذا وطلع السناف واخر مطاف. شكون اللي كيضيع؟ كتضيع الامه، وكتضيع مقدرات الامه وثروات الامه وزمن الامه. والاخر هذاك المسؤول راه خدام، يقدر يشد معاه غير براد فير، فخاص دار واحد العمليه. هذا النوع من الدعاوى ولا القرارات خاصها تكون قرارات تكون تحط فيها جزاءات، ماشي رقبه غير قضاء، ترقبها حتى الاداره من داخل بعضياتها. اي رئيس دائره ولا اي رئيس مقاطعه ولا عفوا ولا رئيس ولا قائد ولا عامل ولا كذا، الا دار شي دعوه ولا دار به شي دعوه شي رجل اعمال وخسرها، ماشي غير قضاء اللي يراقبه، خصو يتلقى عقاب من داخل الاداره ديالو. علاش ورطتي الاداره ديالنا الداخليه مثلا في هذه المشاكل؟ علاش هذا المال ضاع علينا؟ علاش يربحونا هاد الناس؟ وتكون مراقبه، ويتراقب القائد، ويتراقب رئيس الدائره، ويتراقب العامل، ويتراقب وزير الداخليه يدير رقابه، وترتب جزاءات، اما تجميد الوضعيه ديال الترقيه، اما الخصم من الراتب، اما الاعفاء من المسؤوليه، اما 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 اما. بهذه العمليه غادي 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 نعفيو الدوله من عدد من الملفات اللي كتعرض على القضاء واللي في اخر المطاف الاداره المغربيه يعني هي الضحيه الاكبر. اذا قلت هذا وجه من الوجوه ديال المشاكل ديال الدار البيضاء. وطبعا كاين عدد من رجال الاعمال تلقينا من عندهم يعني تظلمات اللي اليوم كيعانيوا في الدار البيضاء ومشاريع ديالهم حابسه اما للرخص اما لواحد القرارات يعني ما عندها لا رصاص ولا راس. والغريب في الامر بمدينه الدار البيضاء، وانا بلغ الى علمي معطيات مؤلمه جدا، معطيات مؤلمه لا نطلب سوى فتح تحقيق فيها، لا نطلب سوى فتح تحقيق. نحن كنقولوا حتى واحد ما افضل من واحد، وحتى واحد ما احسن من واحد، هذا مغربنا وهذه بلاد ديالنا ديال كل شيء، حتى واحد ما يمكن يعيش فيها يعني اللي بغى يديروا يديروا. هل يعقل ان رجل داير مشاريع وتجي وتقول له ما عندكش لوحه تقنيه وتطبق مع القانون وتحبس له مشاريعه وتمرضه، ولكن بالمقابل يجري حديث على اكثر من جهه واكثر من صالون على وزير يعني كتجي ودير انت اير بلس 5 في واجهه بحريه وتهرس واحد الصخره اثريه، وتما كاينه اير بلس 3 يعني كتجي وكدير انت يا اير بلس 5 كتبني فقط لانك وزير، فقط لانك في موقع المسؤوليه، فقط لان الجهه الاداريه ما قادراش تضغط عليك، فقط لان الجهه الاداريه ما قادراش تراقبك. هل هذا الامر ويروج على اكثر من صعيد وسط الدار البيضاء، هل هذا امر معقول عباد الله؟ تصوروا ملي كتسمع دابا بحال هذا الحكم القضائي، وهذا الحكم اللي فيه نقطه اخرى ما شرتش ليها هو استئنافات. كتجي دابا كتربح هو ربح السيد محكوم له، مشات الاداره عاوتاني وخا هاد الاخطاء واستانفوا الملف دخل الاستئناف ويزيد يمرض داك السيد ومشاريعه تحبس وما كاينش مشكل، والضرر جالس كيتقوى. في الوقت اللي كنقولوا هذا المسؤول كيجي كيبني اير بلس 5 ولا الشعب بحالو اير بلس 3 وواحد كيطلع حداك، كتطرح سؤال شنو الفرق بيني وبينه؟ باي حق؟ باي حق؟
أي حق يعني شنو هو الحق، رغم أنه يروج بعض المعطيات مؤلمة جدا، وحنا في انتظار الاستبيان ديالها ديال العلاقة ديال أحد المسؤولين تما في هذا ما هو إداري مع هذا الوزير، وأنه حقارة كان عنده النائب دياله في واحد المؤسسة ديال التأمين قبل قديمة، من بعد ولا هو النائب دياله في شي مؤسسة، وهذا مشكل آخر. موقع بديل كذلك كيزوم عليه وكنطلبوا من المسؤولين يلقاو له حل. خص دائما من بغيو نعينوا هاد المسؤولين الكبار في الدولة ضروري البحث على العلاقات التاريخية اللي بيناتهم، مثلا علاقة بين العامل وبين الوزير، العلاقة مثلا بين رئيس الدائرة وبين الوزير، العلاقة مثلا بين الوالي وبين الوزير. تصور ان مثلا واحد السيد غنعينوا عامل وخص ضروري تبان العلاقة اللي كتكون عنده مع شي وزير قبل، كان خدام عنده كان نائب ديالو، فطبيعي انه مصالحه ربما بيناتهم مصلحه، ربما يكون عاطي شي بارط مقدمه مثلا ملي كان في القطاع الخاص، ربما فكتنشا واحد العلاقات خاصه، وبعد ما كتكون علاقه ديال ديون، تقدر تكون علاقه ديال المحبه، تقدر تكون علاقه ديال المصاهره، تقدر تكون وهذا الشيء في اخر المطاف كينعكس على الحياه العامه. وبالدليل اليوم الناس كيسولوا في الدار البيضاء اي حق هذا الوزير هذا، يعني من دون عباد الله كيبني اير بلس 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 5 في واجهه بحريه وكيهرس صخره اللي هي اثريه، واكثر من هذا نفس الوزير كيمشي كيبان لك بان في واحد الارض، ارض اللي كان مذكور فيها واحد المسؤول سياسي كبير جدا، كيفاش تم واحد الوقت فهاد واحد المسؤول كبير يعني رئيس حكومه بدلوا الطريق ديال لوطورو جروها صح حولوها باش تكون قريبه من الارض ديال هاد المسؤول هذا الكبير، وقال لهم في الاول داك المسؤول حق هاد الارض هذه غنديروها مشاريع وغنعشوا البطاله والتشغيل وتصريح، واليوم هاي بانت هاد الوزير هذا اللي باني في الواجهه البحريه ها هو جالس كيدير فيها التجزئات السكنيه، وكما تنقولوا على عينك يا بن عدي، مشات كما تنقولوا على عينين يعني البيضاويين والمغاربه ضبابه، يعني هذه كلها يعني مشاهد اللي هي مؤلمه ومؤلمه جدا. وتصوروا معايا المغاربه دابا نهضروا غير على هذه القضيه ديال الضياع. قبيله كنفتح لابواط ديالي ديال البريد الالكتروني الخصوم ديال داك ساجد المعارضين ديالو صيفطوا لينا واحد الدوسي ديال كنقرا بحال دابا نفس العمليه، دابا كنلقى هاد الملف هذا ديال هاد السيد يعني كيفاش مكتوب هاد مع احترام المحامي يعني الطلبات وكتخسر وداك الشيء غير كيتخسر والمحامي كياخذ فلوس، كنشوف داك المطالب اللي كيدعاو مع داك ديال ساجد شنو كاتبين، كنقرا بقيت كنشوف هكا كاتب بانه علاش ما دارش، غير باش نحط لكم الصوره، هذاك ساجد 4 سنين 6 سنين دابا وربع سنين باش داز عامين هذه باش داز المؤتمر اللي خصو يجدد فيه الولي بلا مؤتمر، تصور بلا مؤتمر دابا كيحكم وحنا على ابواب الانتخابات وغادي يعطي تزكيه للعباد الله ومفترضوا كاع دابا عباد الله ديالو اللي نجحوا دابا ديال هاد حزب الاتحاد السوري غيمشي الخصم ديالو للمحكمه في البلاصه غيطيح، لانه ما عندهمش الشرعيه، لان الامين العام ما عندوش الشرعيه. وشنو الحجه اللي كيقول دابا داك السيد، تيقول لك ما درناش المؤتمر لانه كانت كورونا وحق القوه القاهره، بقيت كنقرا هذيك العريضه ديال الدفاع ويسمح لي الاستاذ ما كنتقلق، بقيت كنقول دابا هذا كان عمده في الدار البيضاء وهذا امين عام ديال الحزب، وكيفاش المحامي تيقول القوه القاهره؟ علاه كورونا قوه قاهره؟ واش كورونا قوه قاهره؟ تصور له رجال ديال القضاء ورجال كورونا كتدخل في اطار ما يسمى بالظروف الطارئه ماشي قوه قاهره، الفرق بين القوه القاهره والظروف الطارئه هو ان القوه القاهره كيستحيل معها دير شي حاجه ابدا الابدين، بحال مثلا الموت شي واحد ما يمكنش يدير واحد المشروع لانه مات، هذه قوه قاهره مستحيله، بحال مثلا اذا كانت مثلا الفيضانات، بحال مثلا اذا كانت شي حاجه، اما الظروف الطارئه هي واحد الظروف كتصعب الانجاز ديال واحد المهمه ولكن ما كتوصلش لحاله الاستحاله. فبديت كنقرا قبل المسطره ان قوه يعني الخلط ما بين القوه الظروف الطارئه والقوه القاهره، ومحامي يعني كتب العريضه بهذه الطريقه وكتعرض على القضاء وكيقول له بان الملك راه استقبله، واش دابا الملك الا استقبل دابا مثلا شي امين عام ومين معروض على القضاء، واش الاستقبال حجه لاثبات الشرعيه من داخل الحزب ولا الحزب كيخضع القانون التنظيمي والمؤتمر والمجلس الوطني؟ وست سنين ما دارش مؤتمر، ست سنين ما دارش مجلس وطني، وشنو هي حكاره كورونا؟ والبي جي دي دار المؤتمر ديالو، الحركه الشعبيه دارت المؤتمر، الحراره كلهم داروا في هذا الزمن كورونا، هو شنو حجه للقضاء وغياخذ المال العام وضدا على الماده 49 من القانون التنظيمي ديال الاحزاب اللي خص ضروري يكون يعني كاين الشرعيه، تصور ياخذ المال العام وما عندوش شرعيه، ما عنده هياكل شرعيه، ما عنده والو، هذا غير يعني هذا غير واجه. بقيت كنتسائل تنقول دابا هذا كان في الدار البيضاء عمده، وغنرجع للنقاش المهم اللي دائما المغاربه كنناقشوا معكم، كي لو دي ان الوصف والازمه ونديروا واحد التوصيف للازمه
ونصوروا الازمه سهل وممكن، وراه اخطر هو شكون هو الناس اللي غينجحوا لنا البرامج والتصورات. راه المغرب لا تعوزه التصورات، المغرب لا تعوزه الجغرافيا ولا يعوزه المناخ ولا تعوزه الشمس ولا يعوزه الموقع الجغرافي، راه كيعوزوا المسؤولين. واش دابا انا بقيت كنتسال كنقول دابا هاد المشاكل اللي كيواجه المغرب، الا كان دابا هذا ساجد امين عام وداخل القضاء وستسنين وما كيدير مؤتمر ما كيدير ديمقراطيه، ما هو ما عندوش ديمقراطيه وصح، كيفاش غيبني لنا الديمقراطيه في البلاد؟ وكيفاش هذا كان عمده ديال الدار البيضاء؟ وشنو علاقته، شنو علاقته بداك المسؤول في ديك الارض؟ لان في العهد ديالو هذيك شحال من هكتار اللي لطورو رامت عنده. فبدينا كنتسولوا كنقولوا كيفاش غادي نبنيوا البلاد، كيفاش غنبنيوا البلاد بهذا النوع من 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 يعني من العقليات وهذا النوع من كيما دائما ما كنبغيش ننسى ليا الواقعه ديال ارض الدوله، الواقعه ديال ارض الدوله ما يسمي بخدام الدوله، وما صفيناهاش ما صفيناهاش ومطالبين على اننا نصحوا الاوضاع ونزيدوا القدام. هل يعقل ان بنادم ياخذ ارض ديال المغاربه ويقول هذو خدام الدوله؟ واش كاين ونخلقوا هذا الشرخ بين المغاربه نفس العمليه من جهه الاستعمار، الاستعمار النهار اللي جا كانوا كيعطيو واحد الاراضي لواحد النوع من المستوطنين باثمنات ماشي غير بخصه، نفس العقليه، هادو خدام الدوله ياخذوا هاد الاراضي، وهما كتلقى هاد الخدام اللي واخذ الاراضي وفي نفس الوقت هما دابا اللي كيشرفوا على التدبير الحكومي بعضهم، وكيشرفوا على التنزيل ديال المشروع التنموي، وكيشرفوا مثلا على عدد من المشاريع، وكينسقوا و و و كيفاش الانسان غادي يعني ينشرح قلبه ويطمئن ويحس بالامل قد في عدد من التصورات والمشاريع، وكيشوف واحد الانسان عليه علامات استفهام، كيشوف واحد الانسان يعني داير واحد السلوك ماشي مزيان. ولهذا هذا الخروج من هذه الازمه هذه وهذا الواقع اللي كنعيشوه على اكثر مساحه، حنا ما كنبغوش يعني نشروا السواد ولا كنبغوا نشروا يعني الالام، ولكن فقط ننبه الى بعض الاعطاب، فجزء من الاعطاب جزء منها كاين اكثر من صعيد، هو خاص ضروري ديال المسؤولين الاكفاء والمسؤولين يعني النزهاء. ما كنشكوا في الذمه ديال حتى شي واحد طبعا، علاش ما كنشكش؟ لانني كنحترم واجبي الصحفي، لان القضاء ما يمكن نمسوا الذمه ديال شي واحد اخلاقيه الا مقتضى حكم حائز لقوه الشيء المقدمي، ولكن من حقنا كصحفيين ان نثير الاسئله ونثير الشكوك بدافع الحرص على المال العام. هنا كيجي المسؤولين اللي من ورانا كذلك ياخذوا الكلام ديالنا ويبحثوا في هذا الشيء، يبحثوا واش بصح هذا السيد عنده ار بلس 5 وكوزير، واش هذا الار بلس 5 فوكاش خداها، شنو علاقته بالوالي، شنو علاقه هذيك الارض اللي مشات لوطور، فتحوا بحث ما كاين باس، وكاع الا كنا غالطين عطيونا بيان حقيقه ونشروه ما كاين باس، ولكن ما يمكنش تبقى نسمعوا حنا بحال الهضره هذه ونشوفوا رجال الاعمال مساكن كيتالموا. اذا باش نختم هذا الاشكال العميق جدا ديال الرجل المناسب في المكان المناسب، راه واخا تكون عندنا تصورات كيما كانت واخا نعيا وما نشخصوا في الازمه ونصوروا فيها ونتعقدوها، راه الا ما وصلناش نخلقوا واحد النخب اداريه ونخب سياسيه ونخب، واش بحال هذا اللي كنقول لك اللي كيقول لك مثلا انا استقبلت الملك، ولا العنصر ذاك النهار كيقول لك انا راه الملك هو اللي داير بغاني نكون امين عام باش تكمل الاصلاح، ولا عقلته ذاك المره عاوتاني شباط مع الا ما خانتنيش الذاكره مع الوفاء شكون هو مرشح القصر، انا مرشح الملك، واحد تيقول انا الملك، ديك المره عاوتاني الاتحاد الشراكي كيجاوب امكراس كيقول له حق الملك دار المشاريع ديالو حق في عهدنا، هذا الاقحام ديال الملك بهذه الطريقه المائعه وما كطلب تبع حتى شي جزاءات عند الفاعلين عباد الله، والسياسيين ما كطلب الجزاءات وكيتم الاستعمال ديالها، وفي الوقت كنلقاو مثلا الناس كيتابعوا بحال مثلا عدد من الناس مول الكاسكيطه ولا عدد من الناس حق المس بالمؤسسه الدستوريه، المس بوسطاء الشعب كياخذوا احكام ضرب 4 سنين 3 سنين 5 سنين علاش مسيتي الحرمه ديال المؤسسه الملكيه، وهاد الفاعلين السياسيين كيفاش كيتم استعمال الملك، انا راحتني الملك، انا جابني الساجد انا استقبلني الملك، انا استقبلني يعني، وعلى هذا هو جزء من الازمه كما قلت قبيله في الفاعل الاقتصادي، واحد كيتم التوقيف ديال الاوراش ديالو والمشاريع ديالو، واخرون يعني كيسمح لهم بانهم يتجاوزوا الحدود، وكما قلت الشخص اللي كيبني يعني ار بلس 5. اذا جزء من الازمه هاد العمليه ديال العقليات يكون في المكان المناسب. جزء اخر المغاربه بغيت نشارككم فيه في هذه الحلقه بحكم تجربتي المتواضعه رصدتها، هو هاد الشجاعه في اتخاذ القرارات. عندنا مشكل عميق جدا هو انه في المغرب نترى ربما بالنظر لطبيعه نظام الحكم ما كايناش لو كوغا يعني الشجاعه في اتخاذ القرارات، كثير من القرارات ممكن ياخذها اي واحد ولكن كيخليوها، وكاين بعض الواحد يعتبر هذا ملف سيادي وراه يقدر ياخذ فيه غير واحد القرار بسيط، وداك المشكل كيكون عنده تداعيات ولا عنده ارتباطات بمشاكل، وكيبقى المشكل تيكبر تيكبر. انا هنا في سلا
دابا انا هنا في سلا كنشوف واحد المؤسسه كندوز عليها حدا كارفور، مؤسسه كبيره جدا، ديما كنسول تنقول من هذه المؤسسه، قال لك هذه المؤسسه كان غادي يدشنها الملك وما جاش دشنها. دابا انا شحال من عام كنشوف ديك المؤسسه، ربما ها المشكل ديال هذا الشيء ديال شي واحد قد قد مثلا شكون غيخبر مثلا الملك بان هذه المؤسسه خاصها تدشين، ربما ما تحتاج كاع التدشين. فكنبقى نتصور هذيك المؤسسه شحال بنيه الفلوس مخسوره عليها، ها هي حابسه، هي في موقع حيوي، يمكن دير تما واحد المشروع يدخل الملايين يهز واحد 500 اسره. انا عطيتكم معنا موضة صغير، قس على ذلك عدم المشاريع اللي واقفه، قس شحال ديال المشاكل ديال المغرب ما عندهاش علاقه باسبانيا ولا بالمانيا ولا بالاجنبي ولا بالمناخ ولا بالطبيعه. راه مشكله حتى في الطريقه ديال التدبير، كاين اشياء كتطلب قرارات خاص الناس. وانا كنتفكر واحد عملية ملي كنت في السجن عندهم واحد اللغة كيردوها تيقول لك ارمالي الكرة ولا ارمالي البيلانتي. ما معنى ارمالي الكرة؟ رئيس المحكمة باغي كيقول ارمالي الكرة، كيقول ارمالي الكرة، ارمي الكرة للمدير، المدير تيرمي للمدير الجهوي، المدير الجهوي كيرمي. ودائما تنقول السجن هو صورة مصغرة للدولة كيفاش كتخدم. فقيس على ذلك الدولة في إطارها الكبير جدا. هذا هو المنطق. كل واحد تيمشي يعد وليداته في عشية عنده الكونت يمشي يخيم، يعني يرمي كرة لاخر لاخر كلمة الكرة كترمى كترمى وشحال من فات كتكلاسة. هو ما كياخدش فيها الإنسان القرارات، ممكن تحل وكتكون التداعيات والفاتورة طبعا كيدفعها الوطن وكيدفعها الشعب. إذن باش نلخصكم، لولا هاد الإشكال ديال العقليات والتعيين ديال الناس اللي تكون عندهم دينامية وعندهم تصور واللي يكونوا قرابة عباد الله، قرابة رجال الأعمال، شحال من فاش يمشوا للقضاء الوالي يكون بابه مفتوح عباد الله، يكون الباب ديالو مفتوح يجيو عنده رجال الاعمال ويدير ندوات معاهم فكريه وماشي بضل وماشي علاقه عاديه الاداريه، تكون علاقه ديال نقاش فكري. شنو هي الصعوبات اللي كتواجهوا؟ يكون لقاء مثلا الوالي ديال الدار البيضاء مثلا ولا والي الرباط ولا والي طنجه، علاش ما تكونش لقاءات اسبوعيه ولا جوج مرات في السيمانه؟ انت راك والي كتعامل مع رجال الاعمال، شنو المشاكل اللي عندكم؟ شنو الاقتراحات اللي كتصوروا في الاداره؟ اشركوك، تكون واحد العلاقه تشاركيه. شحال من والي ما كيعمرو ما كيشوفوه رجال الاعمال، بابو غمسدود ولا داير شي سانسور بوحده وما كيشوفوه حتى شي واحد. هذا جزء من من, من الازمه. اذا هذا الاشكال ديال العقليات، الاشكال اللي قلت هو ديال الجرأة واتخاذ ديال القرارات. ثم كاين اشكال اخر، اشكال اخر ولا بد من شارككم فيه، هو هذه العلاقه ما بين الاداره وما بين القضاء. لانه احيانا تقدر تطيح القضاء تاخذ واحد الحكم شجاع، ولكن كتطيح في مرحله مشكل اخر، عمليه ديال التنفيذ، تنفيذ ديال عدد من القرارات. فكاين بعض رجال الاعمال كيربحوا الملفات ولكن شكون اللي غينفذ ليهم عباد الله؟ شكون اللي يقدر يعني يعكس يعني او ينفذ على الاداره؟ وغنختم باشكال اخر دائما كنرصدوه اللي ضروري خصو شي حل. راه خلال رصدنا كلقينا بان الوالي والعامل هو قطب الراحه، هو جوهر كل شيء كيدور على الوالي، هو اللي كيترأس جميع اللجان في 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 التريطوار ديالو، كيترأس اللجنه ديال الاستثناءات، كيترأس اللجنه. الا بغيتي دير اي مشروع، اي مشروع خصك تدوز عن طريق العامل. بغيتي تبني مستشفى ما يكفيك تدوز وزاره الصحه، خصك ضروري تلقى فيه العامل. بغيتي تبني اوتيل، بغيتي تبني اي حاجه، الوالي هو اللي كيأشر على الميزانيه، هو اللي كيطلق الفلوس ولا ما يطلقهاش، هو اللي يعطيك الميزانيه ولا ما يعطيهاش لك، هو المنسق ما بين القطاعات الخارجيه. كلشي كلشي هو اللي كيزكي، يعطي تزكيه المترشحين. راه الا بغاو الولاة والعمال يحيدوا الفساد من المغرب، هاد المترشحين اللي ما كنحملوهمش وهاد الناس الفاسدين اللي كتقدم الاحزاب في اخر المطاف، كيعطيه الوالي ولا العامل، هو اللي كيعطيه التزكيه. باش تصور فاسد ما غيعطيش، غيبقى يجيب لك الوالي والعامل غير المنتخب النظيف غير النقي. ولكن باش نجيبوا والي وعامل عاوتاني، عمليه ديال الانتقاء ديال الولاه وديال العمال في اي ظروف. شكون اللي كيختار الولاه والعمال؟ شكون هما في اي لحم اللي كيدوزوا في الولاه؟ شنو هي العوامل المؤثره في صناعه الولاه والعمال؟ وكذلك عندهم وظيفه اخرى سبق لنا ناقشها، هو انهم عندهم هما اللي كيعطيو كيدفعوا للقضاء. الوالي بغى يدفعها هو، هذا هو المجلس الجماعي، تجي للجنه دير البحث دير التحقيق، بغى الوالي يدي هذا يدفعوا للمحكمه، ما بغاش كيخليه عنده. ولهذا الوالي والعمال هما قطب ديال الراحه. اذا باش نختم هذه الحلقه، واحد اعاده النظر في التعيينات، وجهه نظر ديالنا متواضعه، فاعاده النظر في هذه المسؤوليات خصوصا المسؤوليه ديال الولاد وديال العمال والمناصب الكبرى. كاين مشكل عميق 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 جدا في اختيار الاشخاص اللي قدوا يواجهوا التحديات اللي مطروحه اليوم. كاين مشكل اخر في هذا الشيء ديال الصلاحيات الموكوله او لا اللي كيتمتعوا بها الولاة والعمال، واللي مع كامل الاسف احيانا توظف بشكل سلبي. كيتم بعض المرات التستر على بعض الفاسدين المنتخبين، واحيانا كيتم يعني دعم بعض المرشحين الفاسدين. كاين اشكال اخر كما قلنا ديال الكوراج والشجاعه في اتخاذ القرارات. كاين ملفات كتكون صغيره ولا يتم اتخاذ فيها المبادره وكتبقى تكبر وكتكبر حتى كتحول الى ازمه على اكثر من صعيد.
وطبعا وطبعا ما يمكنش نستثنيو من هذه العمليه. وهو اخر كلمه غنقول في هذه الحلقه، المواطن المغربي دوره مسؤول، مسؤول كذلك المواطن ما يبرأش راسو، مسؤول في انه خصو ينخرط في الحياه، مسؤول في انه حتى هو ولو يكون مزروب يطلع الدار ما يعطيرش ولا حد، يكون العام سيدي وخا يكون ماشي حتى هو باغي يقضي راسو ويقول كلمه حق ويقول كلمة حق طبعا حدود الممكن، ويشارك في الحياة يعني بشكل ديمقراطي على أكثر من صعيد. كنشكركم الزوار ديال الموقع، وكنجدد لكم هذه العملية بأن هذه أولى حلقات في هذا الجانب الاقتصادي. فالموقع ابتداء كل أحد يخص حلقة لهذه المشاكل الاقتصادية، والعنوان البريدي الظاهر على الواجهة ديال هذه الحلقة هذه، والهاتف غتصلوا به وتصلوا لنا هنا، وحنا غنتفاعلوا مع الشكاوي ديالكم والتظلمات ديالكم بمنتهى الجدية والمسؤولية. كنشكركم الزوار ديال الموقع، وإلى اللقاء.